كمان أصبح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي جاهز للمشاركة في المباريات مع الفريق بعدما تعافى خلاص من إصابته في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية. قال مصدر في الجهاز الفني أن الحارس من الممكن أن هو يشارك في مباراة المقصة في الدوري العام، إلا أن بيتسو موسيماني بيميل أكثر أن هو يتأنى ويلعب بيه بس قصاد سان داونز يوم 26 من فبراير الجاري في المباراة اللي هتجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان أصبح الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق جاهز أن هو يشارك مع الفريق في لقاء سان داونز بعدما تعافى من إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وطبعا وفقا لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في وقت لاحق. وكمان الإصابة دي كانت لحقت ببيرسي تاو في خلال مشاركته في بطولة كأس الرابطة وبعدته عن المشاركة في كأس العالم للأندية. كمان بيدرس الجهاز الفني راحة بعض اللعيبة في مباراة المقصة زي التونسي علي معلول الظهير الأيسر وثنائي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وطبعا خوفا من تعرضهم للإصابة في ظل توالي المباريات بيشارك اللعيبة بشكل مستمر من ساعة طبعا بطولة كأس الأمم الأفريقية مرورا بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا والدوري العام. والمتوقع أنها يعتمد بيتسو موسيماني على محمود وحيد بدل من علي معلول في الجبهة اليسرى، مع التفكير كمان في الدفع بأفشة بجانب ديانج في وسط الملعب.